ميسي يغضب الصينيين ويتسبب بإلغاء مباراة لمنتخب بلاده. اتهامات بالكراهية طالت وجماهير تطالب بتعويضات مالية. فماذا فعلت يا ليو؟ غضب الجماهير بدأ في هونغ كونغ عندما جلس ميسي على مقاعد البدلاء بسبب إصابته خلال مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي الودية هناك، بينما الجمهور متعطش لرؤيته في الملعب الذي دفع نحو 570 يورو لحضور المباراة فيه. As Messi did not play in the match, we, the government, like the many fans, especially those visitors who traveled to Hong Kong for the match, were deeply disappointed. لكن ليس هذا فقط ما أثار سخط الجماهير، بل عندما لعب ميسي بعدها بأيام 30 دقيقة في مباراة ودية لفريقه ضد فيصل كوبي بطل الدوري الياباني ليشتعل الغضب ويمتد إلى الصين. البعض اتهم النجم الأرجنتيني بالكراهية والسعي وراء إهانة بكين. مسؤول رياضة في الصين ألغوا مباراة كرة قدم ودية كانت مقررة في مارس المقبل بين الأرجنتين ونيجيريا وستقام بمدينة هانغشتو الصينية. الشركة التي نظمت اللقاء في هونغ كونغ وعدت جماهيرها باسترداد 50% من قيمة التذاكر. ميسي أعرب عن أسفه لما اعتبره الحظ السيء لعدم تمكنه من اللعب، متمنياً أن يتمكن من اللعب مستقبلاً في هونغ كونغ، لكن اعتذاره قوبل بالتعليقات الساخرة ورفضتها بمنشور المستشارة الرئيسية لحكومة هونغ كونغ التي قالت إنه لا ينبغي أبداً السماح ليونيل ميسي بالعودة.